خلونا دلوقتي مشاهدينا نروح لمدينة العلمين الجديدة ونعرف آخر الأخبار والمستجدات من فعاليات في المهرجان النهاردة، وهنشوف مع زميلتنا جمانة ماهر. مساء الخير عليكي يا جمانة، وشايفة تاني أجواء لطيفة قوي وراكي، يعني احكي لي عن أبرز الفعاليات النهاردة، هتكون إيه، هنتابع إيه مع بعض النهاردة؟ مساء الخير عليك يا فسنت، ومساء الخير على كل مشاهدين القناة الأولى في كل مكان. لسه مستمرين معاكم في تغطيتنا الخاصة لفعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية، واحنا النهاردة كمان معاكم من على ممشى العلمين اللي بنشوف عليه يمكن استعراضات كتيرة جدا. زي ما كنا بنتكلم معاكي يا فسنت ومع السادة المشاهدين، من يومين تقريبا بدأت الأنشطة والفعاليات، فعاليات وزارة الثقافة في البدء. يمكن تابعنا معاكم استعراضات وعروض فرقة التنورة، فرقة الحرية، وحتى يمكن مشروع السيرك القومي اللي زي ما بنتابع مع حضراتكم كده ورايا موجود كمان من على ممشى العلمين. استعراضات كتيرة جدا الحقيقة ومختلفة، يمكن اللي بيحب التنورة هيلاقي، اللي بيحب الإيقاع الشرقي موجود، يعني في توليفة كده كبيرة ومتنوعة ولطيفة جدا الحقيقة من على الممشى. ممشى إن كانت العروض اللي بتبقى موجودة هنا أو حتى الملاهي الموجودة أو الألعاب الموجودة للأطفال أكيد بتوفر جو رائع. وخليني أكد كمان إنه الاستعراضات دي كلها على الممشى هي مجانية 100%، مفيش ليها أي رسوم ولا حتى دخول الممشى ليه اي رسوم، فبجد الاسر تقدر تستمتع والاطفال كمان تقدر تستمتع، لو حابين يلعبوا كوره، لو حابين حتى يركبوا عجل، في انشطه كتير قوي ممكن تتعمل هنا يا باسنت. خليني اروح معاكي بقى كمان للاسبوع ده في مدينه العلمين الجديده. احنا خلاص في انتظار طبعا الويكند او الجمعه والسبت، وحفلات كبيره جدا ومهمه جدا. اليو ارينا خلاص بتتحضر وتتجهز لحفل قادم الساهر، وكمان طبعا الفنانه ماجده رومي مع المايسترو نادر عباسي. يمكن الحفل اللي فات كان فيه شفنا تجهيزات على اعلى مستوى، شفنا حضور قوي، فالارينا كمان بتتحضر حتى لاستيعاب جمهور اكبر. وزي ما قلتي بالفعل اي حد يقدر ان هو يحصل على التيكتس من خلال موقع شركه تذكرتي، وبالفعل الارينا مجهزه لاستقبال 30,000 شخص، ده عدد كبير طبعا وضخم، والحقيقه انه حتى التيكتس كمان متوفره، فاللي حابب ان هو يجيب التيكتس ويحضر حفلين، يعني بتكلم على قازم الساهر وماجده رومي، مش من الفنانين اللي دايما بيكونوا متواجدين في مصر، فاكيد عشاقهم ومحبيهم هيكونوا سعداء جدا بهذا الحفل. ده بجانب بقى كمان بطوله الباسكتبول او كره السله اللي هتكون كمان موجوده يوم 18، ده غير بدء عرض مسرحيه فيلم رومانسي اللي هتبتدي يوم 18/7 لحد يوم 21. وخليني اقول لك يا باسنت ونشارك الساده المشاهدين كمان مين ابطال هذه المسرحيه. المسرحيه فيها عدد من النجوم الحقيقه، منهم محسن منصور، توني ماهر، دارين حداد، محمد علي، كمان شيري عادل، سلوى خطاب. جمانة انا عندي ليكي وللساده المشاهدين مفاجاه كبيره قوي دلوقتي، اسمعينا وهنرجع لك تاني عشان نكمل ابرز الفعاليات اللي هتحصل النهارده والفتره الجايه الايام الجايه في المهرجان.